الحكيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة معناها الامتحان. أموالكم وأولادكم فتنة. المال الإنسان يمتحن به. الولد الإنسان يمتحن به. المنصب الإنسان يمتحن به. الشخصية الإنسان يمتحن بها. وعلى هذا المعدل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون. كل إنسان عالم، نبي، خليفة، إمام، أمير، كالناس بلدية لازم يمتحن ويخرج من الدنيا إما راسبا فاشلا وإما رابحا ناجحا. هذا هو أحسب الناس أن يتركوا أن يحسب، يعني زعموا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني بمجرد قولهم آمنا خلاص نتركهم وشأنهم، وهم لا يفتنون لا يمتحنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني أن الله سبحانه وتعالى امتحن السابقين حتى يظهر الصدق من الكذب والصحة من غير الصحة. أكو تاجر في إيران، هذا إنسان محقق، يعني يحقق، هذا هو رجل خير أهل خير، يعطي الفلوس للفقراء بناش، يعطي 20 دينار للسيد هاشم، يقول لذاك الفقير روح اعطيه فلوس ولا تقول عن محمد. هذا يجي هذا العشرين يأخذ من هذا من محمد ويذهب به يعطيه إلى ذلك الفقير. بعد ربع ساعة يمر على نفس الفقير هو هذا التاجر، يقول له ها بابا شلونك؟ إذا قال الحمد لله أمورنا تنقضي وكذا، ها هالأيام تحصل شيء ما تحصل، لا فرق أسبوع ما محصل كل شيء، يقول أوه هذا حق باص. إذا قال له لا الحمد لله اليوم حصلنا فرق شيء، يعطي فرق 100 دينار آخر، يقول هذا صادق. هو معروف أهل الخير لكن من هالنوع، مو أهل الخير قبل، أهل الخير وهالشكل. إذا فرد تاجر يريد أن يعطي 20 دينار، وفرد مدرس يريد أن ينجح طالبا إلى صف يمتحن، الله خالقنا وباعثنا وجنة ونار ولا يمتحن حتى يظهر الكاذب من الصادق والصادق من الكاذب والمخلص من المرائي والمرائي من المخلص والمؤمن من المنافق والمنافق من المؤمن. الله يمتحن، لكن كل إنسان حسبه يمتحن. الله ما يمتحنني على أن أشرب الخمر وما أشرب، أنا بعيد عن شرب الخمر شيء واضح، لكن الله يمتحن ذلك العالم شنو؟ فرد واحد يخلي عنده أمانة فلوس بالأيتام أكله سقط هنا. صاحب المال الله ما يمتحنه يفتي الناس بالحق أو بالباطل، لأن هو مو مفتي، هو مو خطيب حتى يكذب أو لا يكذب. يمتحنه أنه يصرف المال في الخير، في المشاريع، في الدين، في الفضيلة، في التقوى، أو لا يصرف. هنا يمتحن الموظف، الله لا يمتحنه بامتحان صاحب المال لأن ما عنده مال، يمتحنه وراء الميز قاعد يمشي أشغال الناس أو يطردهم وتعال عقب باكر وبعد أسبوع وبعد أسبوعين وبعد شهر. وعلى هالمعدل الشباب الله يمتحنه لا عد مال لا عد علم لا عد خطابة، يمتحنه بالنظر إلى بنات الناس في الشارع. كل إنسان الله جعل له امتحان، من رجل، من مرأة، من عالم، من أمير، من وزير، من رئيس جمهورية، من ملك، حتى الأنبياء الله يمتحنه، حتى الأنبياء
هم خاضعون لامتحان الله سبحانه وتعالى. وما يقول لك الله يا وقت أنا أمتحنك أبدا. دروس المدرسة أخير السنة يقال لك أنا شنو أسأل منك في الرياضيات يا مسألة، في الجغرافيا يا مسألة، في التاريخ يا مسألة، في ما أدري فيزياء يا مسألة، ما يقول لك. فرد مرة مسألة آخر الكتاب، وسط الكتاب، أول الكتاب، وأنت لا تعلم، فتمتحن وترسب أو تنجح. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقولون فرد واحد كان إنسان جدا طيب، من الأخيار صلاته وصومه وحجه وزكاته وخمسه كل أعماله طيب، هذا كان ينتظر ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه والتشرف بخدمته. وإنسان اللي ينتظر ظهور الإمام المهدي، أخو الإمام المهدي ما يتقشمر، مو مثل إحنا اللي نتقشمر. هذا لازم إنسان ينزه نفسه عن كل معصية، عن كل كذب، عن كل دجل، عن كل كذا. هذا منزه نفسه كمال التنزيه، من صلاته، من صومه، من أعماله الطيبة، من صدقه، من أمانته، من عدم غيبته للناس، وعلى هذا المعدل نزه نفسه فالتنزيه كامل. فينتظر يقول يا الله أنا منزه، لازم أشوف الإمام. فرد يوم هو مو متزوج، رجل متقي ما عنده فلوس يتزوج. فرد يوم جاءه فرد إنسان وقال له خفية، هو في نفسه منتظر الإمام المهدي، مو يقول للناس، الناس ما يدرون نيته. هذا الإنسان قال له يا فلان؟ قال نعم. قال أنت تنتظر الإمام المهدي؟ قال منو قال لك؟ قال هو نفس الإمام. قال عجيب أنت؟ قال قال هسه شنو؟ قال الإمام ينتظرك، تفضل. هذا علامة ومعجزة، لأن كل أحد ما يدري أنه ينتظر الإمام. فهذا الإنسان أخبره عن باطنه. الآن في باطنك شنو؟ أنا أدري في باطني شنو. أنت تدري؟ الله يدري فقط. الأنبياء والأئمة يدرون بدراية الله تعالى لهم، لا أكثر ولا أقل. لا بأس. هذا من شدة الفرح كاد أن يطير بعد 20 سنة 30 سنة، ما أدري كم مدة، لأن الشيء الثمين لا يعطى للإنسان اعتباطا. حصل على هذه الجائزة الثمينة، خرج. قال أين ينتظرني؟ قال خارج المدينة، أفرض الكويت. قال للصحراء ينتظرك الإمام. هو القصة في النجف. قال خارج النجف ينتظرك الإمام، لا بأس. إنسان هو طيب، خرج، ذهب ذهب ذهب، فرد مسافة، وإذا شاف خيم، أكو جماعة ناس كذا، متبين هذول وناس مو من هذا القبيل. قال أين الإمام؟ قال الإمام في فلان خيمة. قال أروح إلى خدمتي؟ قال لا، هاي خيمة لك، حتى بعد مدة نخبرك الموضوع. شاف الخيمة، خيمة منظمة نظيفة، أكل فيه مرتب، بعد شيء غيبي، شيء واضح. دخل الخيمة، اجى هذا الإنسان الواسطة بين الإمام وبينه، قال هل تحب زوجه؟ قال طبيعي، هم شرعي هم جنسي، يعني ما يشتهيه الإنسان طبيعيا وهو موضوع شرعي أيضا. تناقحوا تناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. راح بعد مدة، جاء له بفرد فتاة من أبرع الفتيات جمالا، فتاة يهيئها الإمام، وعقد هو هذه الواسطة بينها وبينه وكالة عنها، وهو هذا الإنسان عن نفسه نكح هذه الفتاة زوجة لهذا الإنسان الطيب. هذا الرجل راح، الواسطة راح وأعطى يدها بيده على مخض القاعد، راح خب بطبيعة الحال يريد أن يعاشرها معاشرة الأزواج، فرد 10 دقائق كمقدمات ما أشبه شيء، لكن هذا غرقان في الفرح. إن تقل بشرى فهذه بشريان، على قول ذاك الشاعر، بشرة لقاء الإمام المنتظر الذي ينتظره،
وبشرى الزواج. هم بعد ما متقاربين بعضهم من بعض، جاء الرسول الإمام يريد الرواح، تفضل. قل الإمام فرد 5 دقائق إن شاء الله. 5 دقائق انقضى وبعد مقدمات ما محصلة بعدها، جاء الرسول مرة ثانية، الإمام ينتظرك، تفضل. فرد 5 دقائق قل الإمام. الآن 5 دقائق، 30 سنة منتظرها، والليل نهار منتظر، ويدعو ويبكي ويضرع وصلاته وصومه خير وإنفاق وكل شيء. جاء المرة الثالثة، قال الإمام راكب والآن يسير، تعال. قال له قل الإمام فرد 5 دقائق بعد. قال عمي 5 دقائق وخمس دقائق وخمس دقائق، أي صلاة؟ أيضا في المرة الرابعة والخامسة جاء وقال الإمام سافر. قال ما يخالف، التحق بالإمام أنا. وإذا به يفتح عينه، لا خيمة لا زوجة لا خيام، عايش صحراء خالي. يتبين 30 سنة كان ينتظر زوجة ما ينتظر إمام. حتى هو يفهم كل إنسان صدقه عن كذبه يبين عند الامتحان، ولا أي إنسان يقول أنا إنسان مزين. الآن جيب هذا البلد أفراده، أي إنسان تأخذ منهم، إما المجتمع يقول طيب وهو يقول طيب، هذا كمثال. الآن غدا الحكومة تعلن أن السوق معتبر من أسواق الكويت، ما أدري ياهو أكثرها اعتبارا، سوق بن دعيج مثلا، يقول سوق بن دعيج أي إنسان أخذ منه أي شيء هدر، يأخذ أشياء وما يأخذ أشياء. كويت لا تقول كربلاء، كربلاء لا تقول نجف، نجف لا تقول قم. إذا الحكومة المحلية قال للذين هم في البلد، قال إني أهدرت السوق الفلاني هدر. كلنا إحنا الآن، أنا أقول أنا إنسان طيب، شلون أنا عالم وإمام جماعة مو طيب، هو يقول أنا تاجر وشخصية مو طيب، هو يقول أنا موظف وشخصية مو طيب، كلنا طيبون واقع. لكن طيبون كلنا قطعا، أكو في هذا الكل أناس غير طيبين، ما أقول الكل يروحون لا أبدا، كل ما يروحون دائما ما يروحون الكل. ومن أهل المدينة، شوفوا الآية الكريمة، الله يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، من يعني من أكو ومن كثيرا ما الإنسان يكون من هذا المن، وكثيرا ما الإنسان يكون من هذا المن. لعله إذا الآن الحكومة قالت أن سوق بندعيج مثلا هدر، واحد من هؤلاء الذين في المسجد ما يروحون، يقول أبدا واحد من الذين في المساجد يصلون ما يروحون. أما ذاك الكاسب اللي يروح، وذاك الموظف اللي يروح، وذاك الشاب اللي يروح، أيضا هذا قبل الحادث كان يقول أنا إنسان طيب. في الحقيقة أنا كنت أفكر في هذا المثال فرد وقت قبل 20 سنة، بعدين اتفق رأيت المثال بعيني. كان عندنا فرد دكان يم مسجد عوز اللي شيخ عبد الرحيم كان يصلي فيه، مسجد عوز، صالح عوز اسمه المسجد. هذا المسجد إلى جنبه دكان يبيع قرطاسية، أقلام قرطاسية حافلة. صاحب الدكان أظن اسمه كان سيد يحيى، وأنا شايفه صاحب الدكان، يكون نمر هناك، هنا أكو قرطاسية، قرطاسية كبيرة مكانه، هو أي مختلف وسائل المدارس وما أشبه فيها. فرد وقت في أيام الشيوعيين وأيام عبد الكريم قاسم صار نزاع بين الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي، تضاربوا هذول. أنا أطلع لأن أنا سمعت صياح حوشنا في نفس الشارع، صاير إحنا شارع الإمام علي. أنا طلعت من البيت أشوف شنو، لأن تلك الأيام يومية أكو مظاهرات ومضاربات وما أشبه. طلعت من، أنا شخصيا اللي أقول لكم القصة ها، طلعت من البيت أشوف شنو بالشارع، صياح. شفت فرد كثيرة كأنه جماعة متحاربين اثنين، وجماعة منهزمين، وجماعة مسيطرين، نزاع بين جماعتين. وما أدري أن النزاع بين الشيوعيين والديمقراطيين، لا ما أدري هذا الشيء، بس أشوف المظهر.
واشوف كل واحد جاي يركض ماخذ له فرد شيء، واحد ماخذ له محبره، واحد ماخذ له دفتر، واحد قلم، واحد مسطره، كل واحد فرد شيء يركضون، والجماعه يهاجموهم ايضا. انا تعجبت شنو هذا الشيء، وقفت. احد اصدقائنا اجى وصل لي قال روح سيدنا لا توقف. قلت ايش؟ قال لانه ما سمعت نزاع بين الشيوعيين صاروا ديمقراطيين وتضاربوا. قلت ما ادري الان بس اشوف مظهر موجود. قال في الحقيقه البلد خطر الان لان الحكومه تدخلت في الموضوع كذا. قلت زين هذني شنو؟ قال هذني فر هذا دكان سيدي يحيى. حسب اي مناسبه من دكان سيدي يحيى ما ادري انا. قال فر هذا دكان سيدي يحيى. انا ما رحت، انا رحت اشوف يعني ما رجعت للبيت اشوف الدكان. شفت هذا الدكان الممتلئ غراب ما فيه حتى الشارشوبات. هذول من هم؟ كلهم اخيار كانوا. كل واحد قبل القصه يقول انا ابوك مال الناس، انا انهب مال الناس. من الصدف انا بالليل ذاك اليوم معزوم حوش احد اصدقائنا، رحت الى الحوش. صاحب البيت قال لي تعال انصح حفيدي. صاحب البيت قال انصح حفيدي ابن ابني، اسم ابن ابن علي، اذكر لي هذا والان موجود هو الولد والجد موجود. قلت اي مناسبه؟ قال هذا من جمل اللي راح جاب فرد ضب الدفتر من دكان سيدي يحيى. واحنا نقول على انه عمي انت شلون بقيت وانهبت اموال الناس؟ يقول انتم ما تفهمون هذا يستحق. هذا هو منطقه هذا لا اكثر ولا اقل. انا مشفت الولد ونصحته وقلت هذا مو زين، عيب، عائله شريفه، شلون تنهب اموال الناس؟ قول مباح، لكن انت تحتاج الى هذا الشيء؟ هذا كله يسوي دينار. انا اقول جدك يعطيك دينار. انا شفت هذا الشيء بعين فت قبل 18 سنه. فالدليل مو دليل الان انا قاعد هنا واتكلم واحكي، هذا هو مو دليل ابدا. والله هميت قشمر بهذا الظاهر اللي أنا عدي. الشاهد على أنه المهم أن الإنسان من الامتحان يخرج ناجح، ولا صلينا وصمنا وزكينا وحججنا والظاهر طيب معلوم، كلنا إن شاء الله طيبون لا شك فيه. إنسان لازم دائما يهيئ نفسه لساعة الصفر وساعة الامتحان أنه يخرج ناجحا، ولا طالب المدرسة المسكين هم يتعب ويسهر على البحر ومطالعة ودراسة وكل شيء، هذا كله مو دليل. يخرج من الغرفة بيده مكتوب جدا جيد جيد 50% 20%، هذا وقت اللي يخرج وبيده ورقته، وهذا دليل على أنه هل هيأ نفسه لساعة الصفر أو لم يهيئ نفسه لساعة الصفر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.